مرحبا بكم. لقيت في واحد الموقع مجموعة ديال الفروض ديال المراقبة المستمرة، خاصة الدورة الأولى والدورة الثانية وبعدة سنوات، ولكن هاد الفروض ما مصحينش. لذلك قلت غنقوم بتصحيح بعض من هاد الفروض. بالنسبة للفرض اليوم غنقوم بتصحيح فقط لابارتي ديال لانجويج، لأن لي تكست طوال شوية، ولا بغينا نشرحو نديرو كومبريهنشن لانجويج اند رايتين، خصنا او موان واحد 2 جوغ. ما عدا الا بغيتو الشرح ديال هاد لي تكست فمش مشكل نشرحهم. كومبريهنشن عليها 15 بوينت، لانجويج حتى هي 15 بوينت، اند رايتين 10 بوينت. درت اكسرسايز لانجويج، حتى هاد لانجويج راه كتخدم كومبريهنشن وكتخدم حتى الرايتين، غنلقى فيها فوكابولاري، غنلقى فيها دوك اللينكين ووردز اللي كنستعملو في الرايتين، وكنتعلمو كذلك هاو تو رايت كوريكتلي، رايتين الكتابة بشكل صحيح. واخا انا كنحب تدريس اللغة، بحال مثلا كتقرا انجليزية تدرس بالانجليزية، كتقرا فرونسي تدرس الفرونسي، ولكن ما فيها باس غنشرح شوية بالعربية معليش باش تكون للإفادة. لان انا كتشرح كتقرا انجليزي كتشرح بالانجليزي، كتطلع التلميذ للمستوى، كتطلع له المستوى ديالو، ولا كتهضر بالعربيه النيفو كيطلع. معليش حنا لان الهدف ديالنا حنا هو الامتحان الوطني، نجيبو فيه نقاط زوينين ماشي مشكل. دابا فيرست اكسرسايز، فيل ان ذا بلانكس وذ ذا كوريكت فورم اوف ذا ووردز بيتوين براكيتس. لا بون فورم. الو ذا فيرست سنتنس، I cannot say I share your enthusiasm for the idea. I cannot say. لا أستطيع أن أقول I share أشاركك your enthusiasm. Your فاش كون عندنا yours when we have yours or my this is possessive. يعني اللي كيتبعها هو a noun. يعني هاد enthusiastic adjective خصنا نرجعها noun. So I cannot. هنا the comprehension ديال sentence هي اللي كتعاوننا باش نعرفو correct form of the words. يعني ما فهمناش الجملة ما نعرف ما نقدرش نعرفو correct form of the words. مع ذلك يتعامل انتيليجامون بحال هذه، يشوف يور اور ماي يعرف بان تبع ناون يقدر يجاوب. So I cannot say I share your enthusiasm. enthusiasm ما كنشاركش كنشارككش نفس الحماس. enthusiasm. So this should be enthusiasm. هنا هذا مكان سي كتبو ام. الفرنسي كيكون انتوزيازم افيك او في لافا، في الانجليز هي كيكون فقط ام كتكونش او. فور دو اي دي ام كنشارككش نفس الحماس، ما نقدرش نقول اني كنشاركك نفس الحماس لهاد الفكره، يعني ما متحمسش بحالك. شي هاز ا هايلي مايند انفنت ا هايلي، ذيس از ان ادجكتيف، هايلي ام ادفيرب فون invent. So this should be inventive adjective. And واحد دماغ très inventive كي يختار بزاف. She has a highly inventive mind because this inventive هي adjective describe the mind. So تقرا الجملة كلها عاد باش تعرف correct form of the word. So here we describe the mind as mind هو العقل، يعني عندها واحد العقل كيختار، يعني كي انفونتي انفنتيف مايند. اذا هنا واضح ان عندي هذا سبجكت برونو سبجكت اي، نستعمل اي اغري. سو هنا خصها تكون فيرب. اي اغري وذ هير اناليسيس اوف ذا سيتويشن، كنتفق مع التحليل ديالها في ذا سيتويشن. هنا بالنسبه للتمرين الثاني كيتعلق بجيرند اند انفينيتيف، ولذلك كنصحكم، لان هاد بحال مثلا اللي مولف كيسمع الانجليزيه ولا كيقرا كتب كيشوف هاد الفيرب كيعرف شنو غيدير، واش جيرند اور انفينيتيف. واللي ما عارفش على الاقل يراجع دوك الجداول اللي كاينين في الكتاب وفي في ملخصات ديال الدروس باش يحفظ هادوك لي فيرب. بحال مثلا هنا جيرند كيكون فور كومبليتد اكشن، مثلا شي ستوبت سموكين، نسمع مثلا هي stopped، هي stopped talking، smoking، finished writing، حاجة كنعرف بلي راه تابعة gerund. سو هادو هما، إذا بغيتو ديرو بوز من بعد وتسجلو بحال هاد الفيرب، بس started writing،
finished 18 سمع finished started stopped كنعرف بلي راه جيرند. هنا بالنسبة ل هذا دي بعض لي فيرب كنستعملو معاهم الانفينيتيف. I hope to see you. I refuse to كنسمع refuse كنعرف بلا to وتابع الانفينيتيف. I want to. I need to بحال هذا I need to. I want to had seem to had refuse to. I promise to هادو بحال هادو يحفظهم الانسان باش حتلقاهم في الاكزرسيس ولا في الامتحان تجاوب عليهم مباشرة هما هما اللي غادي يدير بوز من بعد ونقلهم وتزاد هو اللي كاين في الكتاب حتى هادوك يحفظهم واحد. So she was not used to ولا تسمع I'm used to ولا تسمع I like. I like تستعمل مراجل and I like writing. I enjoy studying كنستمتع بالدراسة. دونك هنا كيقولك put the verbs between brackets into the correct form. هكذا كيكون بحال الامتحان كيقولك having تحط الفيرب كيقولك in the correct form لا فورم كوريكت يعني كونجيغي. She was not used to speak. دونك هادي used to كنستعمل فيها gerund. دونك speaking الفيرب غادي نزيدو ing. She was not used to speaking Cantonese. ما كانت متعودة على التحدث بهاد الكانتونيز هاد اللغة. I wrote to them last month and I كتبت لهم في الشهر الماضي and I still فتكون عندك still كتعرف بأن عندك gerund. I'm still دونك هاد waiting خصها تكون فيها ing. She will not allow me هاد allow كتكون تبعها infinitive to borrow. لن تسمح لي بأن أقترض أو باش نتسلف هور ايبود. ما غاتبيش تسلفني هور ايبود داك الايبود ديالها. دونك هذا بالنسبة للأولو تو كيكون تبعها الانفينيتيف. We had better تا هادي كيكون تبعها الانفينيتيف من الأحسن يستحسن لنا. We had better leave now خصنا من الأحسن أننا دونك هادي الانفينيتيف. Or we'll miss the bus يا إما من الأحسن نخرجو دابا ولا غيمشي علينا البيش. نسي fill in each blank with the right word. was efficient فعال. careless يعني مهمل ولا ما مسوقش. protest كيحتاج. faith يعني ايمان مؤمن. suitable هي مناسب. youth have يعني youth هما الشباب. have lost in our government فقدوا في الحكومة شنو فقدوا faith فقدوا مبقاوش كيامنوا بداكشي ديال الحكومة. The hotel staff are friendly and highly. The hotel staff داك staff الناس اللي خدامين في الهوتيل friendly and highly. دونك غادي تكون efficient فعال بزاف highly الدرجة فعالة. هنا دي write the following connectors هادوك linking words كلمات كربطو بهم بحال هادو راه مهمين في writing between brackets in the correct gap. consequently يعني نتيجة دي تعبر عن نتيجة. in order لكي whereas بينما and despite رغم. most computers users have never received any formal keyboard training يعني أغلبية ديال هاد الكمبيوتر يوزر اللي كيستعمل الكمبيوتر have never received ما عمرهم سبق لهم دارو شي ترينين شي فورماسيون واحد تكوين كيبورد يعني داك ديال اللوحة فاش كيكتبو ترينين شي. their keyboard skills are inefficient يعني لذلك their keyboard skills المهارات ديالهم ديال باش يستعملو ديك اللوحة are inefficient غير فعالة. inefficient شفنا قبلها هي efficient فعال. هاد التمرين هذا في inefficient غير بعد. دونك هنا غتكون النتيجة consequently نتيجة لذلك بما انه ما سبق لهمش دار شي training شي formation. دونك consequently دونك هنا غنستعملو consequently بلا ما نعاود نكتبها. we try to finish work before 7 غنحاول باش نكملو before 7. علاش go out and sit over a cup of coffee. دونك سير حنا ما غنكملوش قبل من 7 لذلك تا
سير جلس وخد ليك شي قهوة. دونك هنا كلمة ما كاينش شي كلمة هنا كاع غتناسب هنا اللي يمكن نقولو هي سو. دونك هادي هنا راه خصها تكون سو، ما كايناش الكلمات كاملين، ما حتى شي كلمة ما جاية مع هاد لو سونس ديال الفراز. I will not buy that TV set، لن اشتري ما غاديش نشتري هاديك تي في. All the adverts for it، وخا رغم هاد الاعلانات، adverts هما هاد advertisement يعني الاعلانات والاشهار لا بيبليسيتي. دونك هنا غتكون ديسبايت رغم، بحال هادي فاش يكون كتب في رايتين يستعمل بحال هادي consequently in order despite whereas بحال هاد linking words. كي match a sentence with the function express غات فيه correspondre. كل هنا دوك functions هادو ساهلين، يعني ما خص الواحد يراطيهم لا في الامتحان في الفرض ولا في الامتحان. فانكشن لان فقط الحفظ. رود اكسيدنت ار بارتلي ديو تو درايفرز كيرلسنس، يعني هاد لي زاكسيدون دو روت ار بارتلي يعني جزئيا نتيجة ديو تو هي نتيجة تو درايفرز كيرلسنس، يعني عاد الاهمال. كيرلسنس هي الاهمال، اهمال ديال السائقين درايفرز. واش هادي اشنو كتكسبريمي؟ هادي كتكسبريمي بي cause and effect. You سعيد أمين would not be able to bear the cold weather in Sweden. انت سعيد أمين لن تقدر to bear هي تستحمل supporter the cold weather in Sweden، داك الجو البارد في السويد. And that is exactly my view، that exactly my view. دونك هادي شنو كات اكسبريمي ادفايس، واحد النصيحة كيعطيها نصيحة. I'm afraid you are not right in saying that brain drain is a curse and not a boon. يعني هادي شنو I'm afraid you are not right، يعني هادي كتكسبريمي disagreement. إذا هذا اللي كيتعلق بالبارتي ديال لانجويج. شكرا لكم على المتابعة، نلتقي مع صاحب الفرد المحروس. كاين مجموعة ديال النماذج ديال الفرد المحروس رقم واحد ديال الدورة الأولى، غنصحو بعض النماذج الأخرى. شكرا لكم على المتابعة، نلتقي مع حصة أخرى.